أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص مع نص كن قويا. تعالوا بنا مع بعض نقرأ النص كده. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين. مصر ترجو منكم جيلا فتيا، سالم البنية مقداما قويا، لا ضعيفا خائر العزم عييا، كتب الذل على المستضعفين. إنما الصحة عنوان الحياة، فانشروها نضرة فوق الجباه، وارسموها بسمة فوق الشفاه، وابعثوها رحمة للعالمين. نقرأ النص كمان مرة يا شباب مع بعض. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين. مصر ترجو منكم جيلا فتيا، مصر ترجو منكم جيلا فتيا، سالم البنية مقداما قويا، لا ضعيفا خائر العزم عييا، كتب الذل على المستضعفين. إنما الصحة عنوان الحياة، فانشروها نضرة فوق الجباه، وارسموها بسمة فوق الشفاه، وابعثوها رحمة للعالمين. مع بعض كده يا شباب نبص على شرح النص. الشاعر بيتكلم في النص ده وبيوجه كلامه لطلاب العلم في مصر، بيطلب منهم ان هم يوقظوا الغافلين وينبهوا الكسالى، لان ده وقت العمل، لان ده وقت النشاط، لانه دقت ساعة العمل والسعي. فبيقول هزوا النائمين، يعني أيقظوا الكسالى ونبهوا الغافلين. مصر ترجو منكم جيلا فتيا، يعني مصر تتمنى وتطلب من أبنائها أن يكونوا أقوياء يتمتعون بالصحة وسلامة البنية والجسم الصحيح، وأن يكونوا شجعان يتمتعون بالشجاعة يعني. لا ضعيفا خائر العزم عييا، كتب الذل على المستضعفين. بيتكلم الشاعر في البيت الثالث ده على الصفات اللي مصر ما تتمناش ان ولادها يكونوا فيهم الصفات دي. زي ايه بقى؟ زي الضعف، زي يكون مسلوب الاراده، ما عندوش اراده، يكون ضعيف. ليه بقى؟ لان الضعفاء، الامم الضعيفه بتذل من الامم القويه، بيتم استعبادها من الامم القويه. عشان كده عاوز مصر، او مصر عاوزه ابنائها يكونوا اقوياء شجعان بيتمتعوا بالصحة، ما يكونوش ضعفاء، ما يكونوش مذلولين أو مسلوب الإرادة. إنما الصحة عنوان الحياة، بيقول إن الصحة هي أساس الحياة، هي سبب الحياة. علشان كده مطلوب منك أو مطلوب مننا كلنا ننشر الوعي الصحي، نحافظ على صحتنا، نوعي الناس إزاي يكونوا أقوياء ويكونوا بيتمتعوا بصحة جيدة، علشان تظهر الصحة على وجوههم في هيئة جمال ونضارة، تظهر ابتسامة تترسم على شفاههم، وينتشر الخير ما بين الناس كلها. تعالوا نقرأ مع بعض الشرح الموجود كده. يتحدث الشاعر في هذه الأبيات موجها حديثه إلى طلاب العلم في مصر، ناصحهم بإيقاظ وتنبيه الغافلين، لأنه حان وقت العمل والنشاط. فمصر تتمنى من أبنائها أن يكونوا أقوياء أصحاء الجسم وشجعان، لا تريدهم ضعفاء مسلوب الإرادة، لأن الضعفاء قدر عليهم الذل والهوان. فالصحة هي أساس الحياة، لذلك يجب نشر الوعي الصحي بين الناس، ليظهر الجمال على وجوههم، وترتسم البسمة على شفاههم، ويعم وينتشر الخير بين جميع الناس. بعض المعاني الصعبة في النص. الوادي الأمين اللي هو مصر، أشرق الصبح يعني دقت ساعة العمل، هزوا النائمين معناها أيقظوا الكسالى أو نبهوا الغافلين، فتيا يعني قويا، مقداما معناها شجاعا، خائر العزم معناها ضعيف الإرادة، عييا عاجزا ضعيفا، عنوان الحياة أساس الحياة، نضرة يعني جمال. مواطن الجمال في النص ده هي الأماكن أو المصطلحات اللي بيستخدمها الشاعر بطريقة أدبية لها معنى جميل، يعني بتشعر بها النفس وبتتذوقها الروح. زي إيه كده؟
زي يا شباب العلم. لما نبص يا شباب على التعبير ده هنلاقي بادئ بأداة نداء اللي هي يا شباب العلم، أسلوب نداء. أساليب النداء ليها أغراض متعددة، لكن النداء هنا الغرض بتاعه إن هو يفيد حب الشاعر لطلاب العلم، لطلاب العلم في مصر أو في كل ربوع وأماكن مصر. الوادي الأمين، ليه الشاعر لما قال الوادي قال بعد منه الأمين على طول؟ وصف الوادي بأنه هو أمين ليه؟ وصفه بأنه هو أمين لأن أمين على الشباب، لأنه أمين على الشباب يعطي من أعطاه. يعني كل ما تجتهد وتتعب كل ما وادي النيل اللي هو مصر هيكافئك وهيرفع من منزلتك. أشرق الصبح، تعبير جميل فيه دعوة للأمل والتفاؤل والثقة في المستقبل. ليه؟ لأن الإشراق يا شباب معناه بداية يوم جديد، معناه أهداف جديدة هحققها، آمال وطموحات نفسي أوصل لها. علشان كده الإشراق مرتبط بالتفاؤل والأمل. فهز النائمين، تعبير يدعو إلى النشاط واليقظة، وممكن كمان أقول أسلوب أمر، هز أسلوب أمر يفيد الحس والتشجيع وإلى النشاط واليقظة. مصر ترجو، تعبير جميل شبه مصر بإنسان يتمنى ويطلب. اللي بيطلب دايما بيكون إنسان بيقول أنا عاوز، فلما قال مصر ترجو كأن مصر دي أم بتطلب من أبنائها كلهم وبتتمنى إن هم يكونوا فيهم الصفات اللي قلنا عليها دي. مقداما، فتية، قوية، دي كلها كلمات توحي بالقوة والعزم أو تدل على الصفات التي تريدها مصر في أبنائها. كتب الذل على المستضعفين، تعليل لما قبله. يعني إيه تعليل؟ يعني سبب، بوضح لك، بفهمك ليه أنا طلبت منك أو ليه مصر طلبت الحاجات اللي في الأول دي. قالت عايزاكوا أقوياء شجعان، العلة إيه؟ السبب إيه؟ ليه عايزانا كده؟ تعليل لما قبله، لأن الذل اتفرض أو قدر على الضعفاء في هذه الحياة. إنما الصحة عنوان الحياة. زي ما اتكلمنا قبل كده وبنتكلم دلوقتي، أي أسلوب في القرآن، في النثر، في الشعر زي كده، يبدأ بإن أو أن، يبدأ بإنما، يبقى أداة توكيد، يعني ده تعبير مؤكد أو أسلوب مؤكد بإنما، يقوي المعنى، بيأكد المعنى ويقويه. فانشروها نضرة، أسلوب أمر أهو، انشر أمر، انشروها أمر لأبناء مصر كلهم. انشروها أسلوب أمر للحث والتشجيع. انشروها لوحدها وفوق الجباه، بيقول انشروها فوق الجباه، النقطتين دول معناه في كلام محذوف، يعني انشروها نظرة فوق الجباه. ايه هو اللي بيتلبس فوق الجبهة؟ التاج. يبقى تعبير جميل، صور الصحة بتاج فوق رؤوس الأصحاء، زي الحكمة اللي بتقول الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني الصحة تاج جمال بيظهر فوق الجباه. ارسموها بسمة، تصوير للصحة ببسمة، كأن الصحة دي هتبقى بسمة مرسومة فوق الشفاه، فوق شفايف الإنسان الصحيح. نضرة فوق الجباه وبسمة فوق الشفاه، تعبيران فيهما تصوير للصحة بتاج وبسمة للدلالة على أهمية الصحة. ارسموها، ابعثوها أسلوب أمر للحس وللتشجيع. عندنا حديث بيأكد المعنى ده عن سيدنا محمد، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة يعني القوة مش بتقاس، يعني القوة لا تقاس بإيه؟ لا تقاس بالسرعة، يعني بالغلبة، بقوة البدن يعني، إنما بتقاس بإيه؟ تقاس بمن يتحكم في نفسه عند نفسه، أو في نفسه عند الغضب. لما الإنسان يتحكم في نفسه عند الغضب يقدر يحكم تصرفاته وتكون عقلانية أو بتتسم بالعقل. يبقى باختصار كده زي ما قلنا إن النص بيدعو إلى الحفاظ على الصحة والسعي والنشاط وتنبيه الغافلين، لأن ده الوقت اللي المفروض نسعى فيه لبناء وطننا. تعالوا نبص مع بعض كده على السؤال ده. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتية، سالم البنية مقداما قوية. رقم واحد، هات ما يلي. مرادف ترجو، جمع العلم، مضاد أشرق. مرادف ترجو زي ما قلنا تطلب أو تتمنى،
جمع العلم العلوم، مضاد أشرق غرب. غرب مش غرب يا شباب، في بعض الولاد أو البنات بيقول عليها غرب، لا غرب ده اسم، لكن أشرق فعل والمضاد بتاعه غرب برضو فعل ماضي. السؤال الثاني، ماذا تطلب مصر في البيت الثاني؟ تطلب مصر وتتمنى من أبنائها أن يكونوا أقوياء صحاح الجسم يتمتعون بالشجاعة. رقم 3، ما الجمال في يا شباب العلم؟ أيوة تمام، زي ما قلنا قبل كده ده أسلوب نداء بيبدأ بيا، يبقى أسلوب نداء يفيد حب الشاعر لطلاب العلم في كل ربوع وأماكن مصر. كده انتهينا من النص ده يا شباب، لو في حد عنده أي تعليق أي استفسار يبعت لنا وإحنا إن شاء الله هنرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.